السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم في استكمال الفيديو الثاني شرح مادة الرياضيات الثالثة إعدادي بالتعاون مع خالي سامي المنتصر اللي راح يوفر المنهج باللغة الإنجليزية. فهنا لو جينا لأول مثال نلقاه ألف ناقص ب وجيم زائد د. كل اللي عليا إننا نديره ناخذ الألف هذه، ناخذ الألف نوزعها على الجيم ونوزعها على الدال، وناخذ سالب ب نوزعها على موجب جيم وموجب دال. فألف جيم، ألف ضرب جيم، ألف جيم. ب ألف مضروبة في دال موجب ألف دال. تقولي الموجب من وين دال؟ لأن ألف موجب ودال موجب، موجب في موجب موجب، وألف في دال ألف دال. ب سالب ب في جيم سالب ب جيم. ب سالب ب موجب دال، سالب مع موجب سالب، وب في دال ب دال. في حدود متشابهة؟ لا، ما فيش حدود متشابهة، معناته هذا الناتج النهائي. لو نجي للمثال اللي تحته، لو نجي للمثال اللي تحته نلقى ان ص زائد 2 س مضروبة في س زائد ع، مضروبة في س زائد ع. نفس الشيء ناخذ الص، الص نوزعها على السين ونوزعها على موجب ع، ورد بالي من الإشارات، رد بالنا كلنا من الإشارات، وناخذ 2 س أيضا نوزعها على س ونوزعها على موجب ع. ص ضرب س ص س. ب موج ص مضروبة في موجب ع، موجب ص ع، موجب ص ع. ب موجب 2 س في س 2، طبعا هنا في 1، 2 في الواحد ب 2، طبعا موجب موجب موجب، و2 في الواحد ب 2، و س في س س تربيع. ب زائد 2 س زائد 2 س زائد ع، زائد 2 س مضروبة في زائد ع، زائد 2 س ع. في حدود متشابهة؟ لا، ما فيش أي حدود متشابهة، فطول تقعد زي ما هي، فتقعد زي ما هي. نجول المثال اللي بعده، نجول المثال اللي بعده نلقى إن عندي ميم، ميم زائد نون مضروبة في ميم ناقص نون، مضروبة في ميم ناقص نون. هاي نفس الشيء، نجي الميم هذه نوزعها على الميم ونوزعها على سالب نون، رد بالنا من الإشارات، راهو كل كان في غلط هنا بيطلع غلط في الإشارات. والموجب نون هذه نوزعها على الميم ونوزعها أيضا على سالب نون. ميم في ميم، ميم ضرب ميم، ميم تربيع، رد بالك ميم ضرب ميم تساوي ميم تربيع. ميم في ميم، ميم تربيع، لكن ميم زائد ميم تساوي 2 ميم. ميم في ميم، ميم تربيع، ميم مضروبة في سالب نون، سالب نون ميم. موجب نون مضروبة في ميم، موجب نون ميم. طبعا ما تفرقش ميم نون ولا نون ميم، لأن الضرب عملية تبديلية. ب موجب نون في ناقص نون، موجب في ناقص ناقص، ونون مضروبة في نون، نون تربيع. عندي حدود متشابهة، ايه عندي حدود متشابهة، سالب نون ميم وموجب نون ميم، هذه حدود متشابهة. سالب نون ميم زائد نون ميم كم تمشي؟ تمشي بصفر، هذا كله يمشي بصفر. شنو يقعد لي؟ تقعد لي ميم تربيع ناقص نون، تقعد لي ميم تربيع ناقص نون. لو نجي للمثال اللي تحته، لو جات المثال اللي تحته شنو نلقى عندي؟ نلقى عندي أربعة، أربعة ب ناقص واحد مضروبة في اثنين ناقص ثلاثة ب، ناقص ثلاثة ب، اثنين طبعا هادي وهادي واحد. ب أربعة ب ضرب اثنين ثمانية ب، أربعة ب مضروبة في سالب ثلاثة ب، هادي موجب ولا الموجب ما نكتبوش فيها، موجب في سالب بسالب، وثلاثة في الأربعة ب 12، وب في ب، ب تربيع، رد بالي من ب تربيع، معناته الخيارات يعطيها لي بلا تربيع، غلط، ب في ب، ب تربيع. ب الواحد، هل ناخذ الواحد بروحها ناخذها مع السالب؟ ناخذ سالب واحد بلا من الاشارات، قال حد فيكم الاشارات، سالب واحد في اثنين سالب اثنين، باي سالب واحد في سالب ثلاثة ب، سالب في سالب شنو تولي لي؟ موجب، وواحد في ثلاثة ثلاثة، وبيت زي ما هي. عندي حدود متشابهة، ترى وين الحدود المتشابهة؟ مين قال ما يعرفش يطلع حدود المتشابهة؟ الحدود المتشابهة واحنا في الصف السابع. هنا نلقى ان 3 ب موجب 3 ب وموجب 8 ب حدود متشابهه، موجب 8 ب موجب 3 ب كم؟ 11 ال ب، 11 ال ب.
تقول لي سالب 12 الباء تربيع، طبعا موجب، تقول لي سالب 12 الباء تربيع، ديما التربيع نكتبه فيه هو الاول، وتقول لي سالب 2، نرد بالك من الاشاره سالب 12 الباء جبناها هي الاولى، هذه اعاده ترتيب للمساله فقط لا غير. سالب 12 الباء ولقينا 8 باء زائد 3 باء تساوي موجب 11 باء، وناقص 2 ما عندهاش مع 8 تنتج مع ناقصنا زي ما هي ناقص 2. نجي للمساله رقم 5، نلقى شنو اعطيني فيها؟ نلقى اعطيني ان جيم افتح قو مضروبه في افتح قوس جيم ناقص 5، وبالتالي اعطيك سالب 5 افتح قوس جيم ناقص 5. شنو ندير هنا؟ هنا ماهوش درس اليوم، هذا درس الحصه السابقه اللي هو عندك توزيع عمليه الضرب على عمليتي الجمع والطرح، سواء عندك متغير او عندك ثابت. شنو الفرق بين المتغير والثابت؟ انت كطالب ثالث اعدادي بده تعرف الفرق بين المتغير اللي هو جيم الف ب، هذا كلهم يسموا فيهم متغيرات، والثوابت الاربعه الخمسه المية، هذه كلها ثوابت، هنا ضروري انك انت تحدد، بيقول لك فك المساله الاتيه، بتفك بطريقه اليوم، لا هذا الفك كان فك الحصه الماضيه، فك كان بطريقه الحصه الماضيه اللي هي توزيع عمليه الضرب على عمليتي الجمع والطرح. ما علي اني ناخذ الجيم المتغير جيم نوزع على جيم ونوزع على سالب 5، وناخذ سالب 5 نوزعها على جيم ونوزعها على سالب 5. جيم في جيم زي ما اتفقنا جيم تربيع، جيم في سالب 5 سالب 5 جيم، سالب 5 في جيم سالب 5 جيم، سالب 5 في سالب 5 موجب 25. نخليها هيك، انت وصلت لنص الحل، بس ضروري تاخذ الحدود المتشابهه وتشطبها مع بعض. سالب 5 جيم وسالب 5 جيم مش حدود متشابهه، ايه بقى سالب 5 جيم، سالب 5 جيم كم تساوي؟ تساوي سالب 10 جيم، ننزل جيم تربيع زي ما هي، وسالب سالب 5 جيم، سالب 5 جيم كم ولد؟ سالب 10 جيم زائد 25، وهنا تمت المسألة. وهيك وصلنا لنهاية فيديو الثاني لشرح مادة الرياضيات ثالث إعدادي بالتعاون مع قناة مات وتسامي المنتصر. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، ننتظركم في استكمال باقي منهج الرياضيات لثالث إعدادي.